ومشان الاستقلال ومشان السيادة تعودنا عليها وعطينا دم فيها. نحن اليوم ما نعمل مقاومة لحتى نحصن اقتصادنا. في عنا انتاج لازم نحن نصرفه، مش كل شيء ما نشتريه من الخارج ونعمل عجز أكبر بميزان المدفوعات. هيدا الشعب المقاوم بيشتري من انتاجه، بياكل من أرضه من زراعته، مش يهرب الخضرة من برا ويحطها بالأسواق لأنها أرخص. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هيدي هي اللي بتعطينا الانتاج الجيد، لكن علينا نحن انه نصرفها عنا. نتمنى انه اللبناني يكونوا سمعوا كلمتي كبار وصغار ويحترموها، وانا اكيد انه باسرع ما بتتصوروا فينا نطلع من الازمه. مساء الخير مرة جديدة، حلقة جديدة من رح نبقى سوا مباشرة على الهواء. المواضيع السياسية الساخنة من ملف الحكومي لكلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اليوم لكلام الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله الجمعة، وكذلك الإطلالة الإعلامية للنائب السابق رئيس حزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط، وطبعا الملف الصحي وملف كورونا. كل هذه المواضيع سوف نتابعها خلال هذه الحلقة مع ضيفنا بالاستوديو الوزير السابق غسان عطلة. مساء الخير معاليك. وأيضا خليني أشير إلى أنه خلال الحلقة رح يكون معنا مداخلة من مستشار فخامة الرئيس الدكتور وليد خوري حول الإجراءات يلي سوف تؤخذ بالمرحلة المقبلة، وطبعا اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الغد يلي بيبحث بموضوع كورونا. صار معنا دكتور وليد. مساء الخير دكتور. بونجور، بونسوار، يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك دكتور. حتى ما ناخد من وقتك كتير، خبرنا اليوم خلال الاجتماع شو يلي صار، والكل صار عارف أنه نحن رايحين نحو إجراءات أكثر تشددا، إقفال للمطار، إقفال للسوبر ماركت طبعا لمدة أسبوع مثل ما تم التداول بهذه المعلومات. خبرنا شوي شو التوصيات يلي رح مش عم يسمعني الدكتور؟ ما عم بسمع. عم تسمعني هيك احسن؟ ايه يمكن احسن. ايه هيك، ايه سمع. اوكي. ألو. لكن اليوم خلال الاجتماع خبرنا شوي عن تفاصيل الاجتماع والتوصيات. ألو. اللي مش عم يسمعني من عندك دكتور الصوت. عم بيقولوا لي الشباب من عندك عم بيروح الصوت. خبرنا عن اجتماع اليوم. يعني اجتماع مطول اربع ساعات تقريبا، اربع ساعات ونص، وبتعرفي الارقام اللي كنا عم نشوفها اليومين الاخيرين بالفعل صارت خطيرة جدا، وما فينا نكفي مثل ما كنا مكفيين. كنا اخذين نحن قرارات قبل مشددة نوعا ما، بس كان فيها استثناءات. هلا ارتقت اللجنة انه الاستثناءات بلش تخفف، نخففها ويصير في اقفال تام اكثر من هلا. هلا هذا كله طبعا توصيات، يعني نحن رح نوصلهم كلهم للجنة الوزارية اللي رح تجتمع بكره، ورح يصير في اجتماع بقصر الجمهوري مشان المجلس الاعلى للدفاع. نعم. يلي هنيك بيتخذ القرارات الرسميه، بس طبعا نحن رايحين باتجاه اكثر تشددا. مظبوط. نعم. يعني في اقفال للمطار سبع ايام مثل ما انحكى. هلا في طبعا يعني في عده افكار هون، في ناس اعتبروا انه تسكير المطار كمان مهم مشان نضبط الوضع اكثر بلبنان، وفي ناس اعتبروا لا، يعني بعد القضيه توصيات، القرار النهائي رح يطلع للحكومه. ماني كثير متشدد على هالموضوع بالنسبه للقرار، يعني بعد القرار في ممكن منه نهائي، يعني قصدي هي توصيه بس مش أكثر. توصيه. نعم دكتور، بما يتعلق بالاعلاميين ايضا وردت معلومات انه هيدي المره ما راح يكونوا استثناء الاعلاميين، مزبوط؟ لانه من شوي كمان ورد خبر انه السيده منال عبد الصمد معالي الوزيره اتصلت بالوزير فهمي واكد لها انه الاعلاميين والصحفيين استثناء، مزبوط ولا مش مزبوط؟ لا، يعني بتعرفي باربع ساعات ونص نقاش كله. نعم. بيطلع يعني بعد هلا ما صدروا التوصيات حتى، بس بالنقاش
صار في حديث انه لازم الاستثناءات اللي كانت موجوده قبل توقف على عده قطاعات مش بس الاعلاميين يعني. بقى بما انه عم نعمل لوك داون مضبوط وصارم بهالامور هيدي ما لازم يكون في استثناءات، هيك بتاخذ القرار بس عفوا توصي. هلا كان في كثير قطاعات كمان مثل الاعلاميين وغيرهم يعني كم كانت بهالموضوع هذا. هلا بعد طبعا القرار رح يرجع على الوزراء الى بالاخر للجنه الوزاريه اللي هي رح تقرر اذا هالشيء مضبوط يما لا، بس نحن هدفنا مش نحط تسكير لهون وتسكير لهون ومنع استثناء، لا، الهدف تقليل الاعداد اللي عم تصير خطره جدا والمستشفيات بطل تستوعبها وعم نشوف موضوع بقى كيف الطرق تنوصل لهالقصه، هي هذا الهدف من اللقاء اليوم لمده 4 ساعات مثل ما قلت لي. اوكي دكتور وليد، سؤال اخير قبل ما اختم مع حضرتك، ليش في رؤيه واضحه غائبه عن موضوع كورونا؟ يعني كلنا كنا عارفين والكل كان عم بيقول وكل الحكماء والطاقم الطبي والمعنيين واللجنه وكل العالم كان عم بيقول بعد راس السنه واصلين على كارثه، طيب ليش فتحنا على راس السنه؟ ليش سمحنا للتجمعات اكان بالبيوت او اكان بالنايتات او بالمطاعم او ما بعرف وين، ليش فتحنا؟ واليوم يعني من اسبوع عملنا هيدي التوصيات، اليوم عم نشوف انه لا منا كافي، يلا ليش ما في رؤيه واضحه؟ ليش في هالقد خلافات؟ ليش في تعدد بوجهات النظر كبير؟ في تعدد بوجهات النظر كبير وعم بيؤدي لغياب صحيح. رؤيه واضحه، ليش ما عندنا رؤيه واضحه شو لازم نعمل بملف كورونا؟ يعني في دائما فرق بين الوضع النظره العلميه اذا بدك اللي عم بتصير بلجنه المتابعه الكورونا والحكومه اللبنانيه وللقرار النهائي اللي بيجي يعني من وراء هالقصه. نحن بالنسبة لنا عم نعطي التوصيات اللي لازم نعطيها، واخر اغفال نحن كنا بالنسبة لنا كان لازم يصير في اغفال تام مثل هلا، وفي منع تجول، تغيرت المواضيع كلها، يعني صار بتعرفي في وضع اقتصادي اساسي يعني بلبنان، ومنه بالسهولة تقدر تاخذي قرارات صارمة. نحن عارفين مثل غير بلدان حتى يعني، حتى بانجلترا، حتى بامريكا هالموضوع. مش قصة بس انه عدم رؤية، الرؤية موجودة، عارفين لازم نخفف قد ما فينا الاصابات مشان المستشفيات تقدر تقوم بدورها. نحن هذا هدفنا هلا، نحن وصلنا لهون مش لانه صار في تقصير، بس كمان لانه في عدم وعي عند اللبنانيين، يعني مع احترامي المواطنين بعد لهلا مش مقتنعين انه لازم بالفعل ياخذوا الاجراءات الكافيه تيحموا حالهم ويحموا عائلتهم ومحيطهم. عندنا هذه الاشكاليه بعد، الاعلام هون عنده دور كثير كبير بالموضوع هذا تيخوف العالم وتيقول له ننتبهوا، لا الكورونا مضبوط مش مزحه. نعم، شكرا لك مستشار فخامه الرئيس دكتور وليد خوري على هذه المداخله، نحن بنشكرك، شكرا. مع الوزير، شو رايك بكورونا وبملف كورونا، خصوصي انه انت خضت هذه التجربه مرقت بالمر مثل ما فينا نقول، شو بتقول للناس اليوم يلي ما عم يلتزموا مثل ما قال دكتور وليد، وشو بتقول كمان للمعنيين بتطبيق الاجراءات، قديش لازم يكونوا صارمين وما يرحموا؟ بدي بلش بالاول بالصلاه والدعاء والتمني بالشفاء للصديق والخي الكبير والادمي والمقاوم والمناضل مسعود الاشقر. انا يمكن ما في علاقه كثير كبيره بيناتنا، بس هيدا الانسان بشوف فيه رمز لنقاوه المقاومه، بشوف فيه الشخص اللي فات بالحرب وطلع نظيف وبقي كل فتره السلم حد اهله واخواته، واللي اليوم الناس عن جد عبرت عن قديه بتحبه لانه قديه هو ادمي وبحب الناس، بتمنى له الشفاء من كل قلبي. اكيد من ضمن صوتنا لصوتك. هيدا شخص بيطمن على الناس، كان واحد واحد، فاليوم عم تذكريني بكورونا تذكرته دغري، لانه عم بقول لك ما في علاقه كثير قويه، بس كان من اول الاتصالات اللي اتصلوا تيطمنوا علي، واتصل مش مره اكثر من مره تطمن انه طلعت الهيدي. فالف سلامه لك بوسي، وان شاء الله يا رب نرجع بنشوفك ماشي بشوارع الاشرفيه مثل ما كنت دائما. امين. كورونا خطر كثير كبير، خطر مش علينا، خطر على العالم كلياته، وباء انتشر وين ما كان. للاسف بوعي الناس كان فينا نخلص اسرع، كنا باول فتره عندنا وعي اكثر وكانت اجراءاتنا واضحه اكثر،
وقدرنا قطعنا مرحلة طويلة كنا اخدين هيك انطباع كتير جيد انه لبنان حالته ممتازة بكورونا بالنسبة للدول اللي حوالينا. للأسف للأسف يمكن الوضع الاقتصادي اللي عم نمرق فيه، يمكن تعب الناس، يمكن الشرذمة الموجودة بالبلد كلها أثرت بالآخر، ما فينا نلوم المواطن. ولكن أنا بتمنى من كل قلبي إنه بالآخر اللي عم بيقول اليوم إنه مضطر أنزل أشتغل بدي أعيش، هي ذاتها لأنه بنقول له كمان فيك لا سمح الله تموت إذا نزلت، لأنه فيك تنصاب وتمرض، لأنه منا مزحة، في حالات كتير خطرة منا مجهزين. اليوم الإجراءات اللي صارت إنه كل المستشفيات الحكومية رح تصير بتصرف كورونا، يعني كل الأسرة الموجودة بالمستشفيات الحكومية رح تكون فقط لكورونا، هيدا بتصور شيء إيجابي، رح نوسع أكثر أسرة للمرضى. إن شاء الله يا رب يزيد الوعي أكثر عند الناس، لأنه ما بيسوى كمان نتفرج على مشاهد اللي شفناها اليوم، مش حلوة لإلنا، الناس برا بتطلع فينا بغير منظار، يعني ما فينا نطلب من برا دواء ومساعدات وعم بيتفرجوا إنه نحن هالقد مستهترين وهالقد بحالات صارت واصلة لل 5000 وال 6000، عم نروح نلعب على البحر وعم نروح نعمل عجقة سير على الطرقات وعم ننزل بنهار مسكر كليا، ما في شيء بالبلد فاتح، ما فهمنا الناس ليش هالقد موجودة على الطرقات كانت اليوم. ف يا ريت انه عن جد ناخذها بجدية أكثر، ما هذا اللي بدي اقول لك اياه، نعمل وقاية أكثر تنخلص حالنا من هيدا الشيء اللي ممكن يوصلنا لمطارح أصعب من هيك بكثير. عظيم، وبالفعل المسؤولية هي مشتركة بين المواطنين وبين القوى الأمنية أو الوزارات المعنية، تطبيق القرارات يلي تطلع بهذا الموضوع. يعني اليوم شفنا ماتش فوتبول، الناس بالمخيم فوق بعضهم ما كأنه نحن بلوك داون، شفنا أراجيل، معلش يعني عناصر أمنية عم يشربوا أراجيل بمطعم بأحد المطاعم، العالم فوق بعضها، يعني بعدنا عم نشوف حتى مثل ما قلت للدكتور وليد أنه شفنا سهرات على رأس السنة، وحتى كمان انتشر على مواقع التواصل أنه آخر سهرة قبل اللوك داون تعالوا نتجمع كلنا بالمطعم. للأسف يعني هيدا الشيء كلنا لمسناه وشفناه، وهيدا قلة وعي، وهيدا اللي ضر ووصلنا لهيدي الحاله. نحن كنا بعدنا بحالات اقل بكثير، هيدي الفتره اللي استرخت فيها الدوله مع المواطنين فلت العدد لهيدا العدد الكبير اللي صار فعلا بخوف اليوم، وصارت الحاله فيها رعب اكثر. وانا بعرف اوقات كل ليله 10 15 اتصال بالليل، ناس عم تبكي عم بتفتش على سرير بمستشفى تتحط اما بيا او جده او شخص قريب منا بالعناية الفائقة تقدر ياخذ اكسجين او تقدر يتعالج من هيدا الشيء. عن جد عن جد صار بدها وعي، وصار لازم نرحم حالنا، نرحم اهلنا، امنا، بينا، كبارنا بالعمر. صحيح. ما بيسوى بقى نتركها هيك. وكمان بدنا جدية اكثر من القوى الامنية، يعني بدها اكثر وزارات معنية كمان، يعني شفنا ناس مسؤولين عم يتغدوا على ما بعرف، مفروض يعني يكون في جزاء اكبر، مفروض يكون الضبط اعلى تالناس عن جد تهيب، لانه بتصور حتى بالدول اللي حوالينا مش وعيهم الزايد، بس لما يكون ضبط المخالفه $1000 ايه الناس بتقعد بالبيت، بس لما عم بيكون الضبط كثير قليل والتهاود اكثر مع التعاطي بهيدا الملف ايه عم بيكون في استرخاء اكثر عند الناس، والناس تعتبر انه فيها تنزل. لا، مفروض بين الوعي وبين الدوله يكون في حزم بهيدا الموضوع تننتهي من هيدي القصه بدون ما نشوف مشاهد مخيفه اكثر. وانا بقول لك اليوم المشاهد مخيفه، اليوم نحن يمكن في ناس قاعده ببيوتها ما بتعرف، بس انا بقول لها قدام ابواب المستشفيات بالباركينج عم تطلع مكنه الاكسجين تنحط للناس بالسيارات، حرام حرام علينا نعمل هيك ببعضنا، هودي اهلنا، نحن ببلد واحد، نحن اهل بالاخر كلياتنا، حرام نوصل لهيدا الشيء، ما بيسوى نوصل حالنا لهيدا الشيء من وراء استهتار، من وراء ولد نزل يلعب اليوم على البحر رجع على البيت جايب لاهله مرض، عم يمرض اهله بالاخر، عم يمرض جيرانه، عم يمرض احبائه، عن جد شيء بطل مستحب. مزبوط، في مناطق عم بتسكر ومناطق لا، يعني منا يعني عن جد منا لغه نحكي فيها اليوم بهيدا الوباء، يعني انه حتى سمعنا معاليك يعني كمان انه بيفتحوا على اعياد طائفه معينه وبيسكروا على اعياد طائفه اخرى، يعني هل مقبول يعني بعد يوم نحكي بهيدي اللغه؟ يعني حتى لو عم بيسكروا بمناطق ينبسطوا اصحاب هالمناطق انه عم بيصير عليهم حمايه؟ لا، او انا غلطان؟ للاسف يعني بعدنا بهيدا البلد حتى بالمرض بناخده سته وسته مكرر. صح. يعني حتى بكل شيء بدنا نقول ليش عندهم وليش عندي، هيدا مرض بالاخر، يعني مرض بصيبني مثل ما بصيب غيري. يا عمي الجوع ما بصيب طايفه بدون طايفه، يا عمي صرنا قايلين 100 مره الفاسد ما له دين،
والجيعان والمعتر ما له دين، والمريض ما له دين، خافوا الله فيهم للناس عن جد. انه كمان هيدي بدنا نفرق فيها، مين هون ومين اكثر ومين اقل. يا ريت بنفرق بالطوائف، مين عم يدفع للدوله ضريبه اكثر، يعني بنكون افضل هيك، بركي ساعتها بنلم ضرائب للدوله بننقذ حالنا من هذا الموضوع. خلينا نسكر ملف كورونا ونفتح الملفات السياسيه اللي بدنا نحكي فيها اليوم. خلينا نبدا مع كلمة النائب جبران باسير رئيس تكتل لبنان القوي ورئيس التيار الوطني الحر، اليوم طرح عدة مواضيع ومنها الملف الحكومي. شو رأيك بكلامه المتعلق بالملف الحكومي؟ رئيس الجمهورية منه باش كاتب، التأليف بيصير بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية ويصادق عليه المجلس النيابي، ونحن ما كان عندنا رغبة نشارك بالحكومة وما منريد، يعني هذه النقاط التي عددها النائب باسيل. خطاب الوزير باسيل اليوم كان حقيقة خطاب قائد عم بيرسم خارطة الطريق. حضرتك كتبت هذا الشيء على تويتر. ايه، لأنه من أهم الخطابات اللي الوزير باسيل أطل فيها على الناس بطول الفترة الماضية، اللي بتابعه أول شيء بالوضوح لأول مرة، يعني لأنه صراحة طفح الكيل، كان واضح هالقد بتفاصيل كل الأحداث، كان عم بيرسم خارطة داخلية وخارجية واسعة لكلياتنا نعرف كيف بدنا نخلص بهيدي المنطقة، ما عم بيشوف بس مصلحته الشخصية، وهيدا الفرق بينه وبين غيره. ما جاب سيرة حدا بوقت اللي كل الإذاعات الباقية اليوم كانت عم تفند خطابه والناس تهجم عليه، كان هو عم بيحكي أمور إلى علاقة بالوطنية وإلى علاقة بالسيادة وإلى علاقة بوجودنا بلبنان وإلى علاقة بحضور كل الطوائف بالمنطقة. يعني حقيقة كان الخطاب. بس أنا بدي أقول لك شغلة قبل ما نبلش الحلقة، طلع الرئيس عون بهيدي الفقرة اللي بتحطوها بالمقتطف الصوتي اللي بتحطوه، حكي كلام من سنتين وقتها كنا نحن بعدنا بوزارتنا بأدار، حكي عن المقاومة لإنقاذ البلد، مش دائما المقاومة بتكون لتحرير البلد من غرباء موجودين. صحيح. فيه المقاومة فيها تكون بأن ننتج وناكل من إنتاجنا. شوفي هيدي المدرسة العظيمة اللي تربى فيها وترعرع فيها الوزير جبران، ما ممكن ما تنتج شخص هيك بيحكي. يعني اليوم الوزير جبران أو نحن تلاميذ هيدي المدرسة، هيدي المدرسة اللي عندها رؤية لقدام، اللي بتعرف تشوف الوطن بشكل كامل، بتعرف تشوف المشكلة قبل ما تصير، بتعرف تحدد الأهداف اللي بدها إياها. اللي بيعيش مع الرئيس عون ما في بالآخر ما ينتج شخصيات من هيدا النوع، شخصيات بتحكي هيدي اللغة، اللغة الوطنية الشاملة، اللغة الإصلاحية الكاملة، اللغة الإنقاذية اللي بتحط المشكل قبل وقته. وهون ركز كتير الوزير جبران اليوم على مواضيع، أنه حكيناكم من فترة 3% أحسن ما يطير معاشك، حكيناكم من فترة زيادة المعاشات، حكيناكم، يعني كل الأمور اللا شعبوية اللي حكي فيها قبل وتقوص عليه فيها وصلناه لليوم. بس هيدي قوة هيدي المدرسة، هيدي الفرق بينه وبين التلميذ بغير مدارس. يعني هون بدي فرجيكي الفرق بالشبه، لما إنسان بيتلمز على إيد ميشيل عون بيتلمز على إيد كرامة وعنفوان وسيادة واستقلال، لما يتلمز بغير مدرسة شو بيشوف معلمه عم بيعمل؟ شو بيشوف؟ بيشوف معلمه رايح بزيارة عند أبو عبده، بيترجى تيوصل بالزيارة، بيعمل 100 تليفون تيخلوه يفوت، بيوقف على الباب بينطر زليل، وبس يفوت لجوا بينهان 100 مرة. هيدي قدام مين؟ قدام التلميذ، قدام الشخص اللي جاي معه تيتعلم من معلمه. هودي اللي بيتعلمه، بيتعلم شوية ذل، شوية وطاوة، شوية قلة قيمة، هودي بيتعلمون كرمال هيك. ايه مختلفين، ايه مختلفين، مش مستحيين فيها، نحن هون تعلمنا. بيتعلم منه لزعيمه كيف بروح على السفارات بالليل مخفى بسيارة مخفية تيفوت بالسر تيلتقى بالسفير تيقبض عمولته على عمالته. نحن مش هيك تربينا، ولا هيك مره شفنا لبنان. نحن بنحبه، بنحب ترابه، بنحب سيادته، كرمال هيك عم نقول ايه لو بدها تضلها 100 سنه بلا حكومه، بس ما في شبر ارض رح يروح من بلدنا. اذا بدكم تربطوا الحكومه بالترسيم الحدود، ايه لا ما رح تصير في حكومه تنرسم حدود بخساره للبنان، لا بدنا كل متر من شبر ارضنا. هيدي المدرسه اللي تربينا فيها، ما رح نكون بيوم من الايام اقل من هيك ولا متنازلين. ما رحنا ولا مره، ما اخذنا الجنرال ولا مره بزياره مهينه، ما أخذنا ولا مرة عند احتلال تنطلب منه خدمة، ما أخذنا ولا مرة على سفارة تنكون عملة عندها. أخذنا كلياتنا وحطنا بقلب هالوطن وقالنا هيدا وطنكم، ما تكونوا تحافظوا عليه برموش عيونكم.
وهيك عملنا من 90 ل 2005 وقتها كانوا هن عم بيخبطونا، كنا عم نحافظ عليه وعم نقول لا ما رح نسمح يبقى وطننا بلا سياده كامله. وهلا زيت الشيء هيدا اللي معرقل الحكومه اليوم، سمت من يريد ان ينتقص من سياده لبنان. انا اليوم هلا عم بحكي يعني بالامور، وصلنا لخطاب الوزير جبران اللي عن جد اليوم بينحكى فيه كثير. يعني اليوم بخطاب جبران بتشوفي رجل العروبي الاغر الرئيس كميل شمعون وعظمته لما كان يطلع يخطب بالقضيه الفلسطينيه بالمجتمع الدولي، بتشوفيه اليوم باول خطاب جبران بالكلام اللي قاله حوالي المنطقه العربيه والقضيه الفلسطينيه، بتشوف الرئيس عون بالامم المتحده لما حكي عن لبنان وعن القضيه الفلسطينيه وعن وجودنا بالمنطقه. هيدا اللي اليوم شفناه، هيدي مش المره الاولى الوزير بس اللي بيحكي فيها بس عن هيدي المره عن فلسطين اكثر وضوحا اكثر شموليه. وانا بقول لك اجاني كثير اتصالات من كثير سياسيين وصحفيين عبروا عن هيدا الشيء، انه ليه ما بيحكي دائما بهالوضوح؟ لانه يمكن اوقات كثير بنكون بدنا نقطع، وقال اليوم سكتت مره واثنين وثلاثه لانه بدنا نساعد تتيجي حكومه، بس بالاخر طفح الكيل. ايه نحن اوقات بنحمل على كتافنا كرمال مصلحه الوطن، بس مش دائما فينا نضلنا نحمل. ايه اليوم نحن شفنا هيدا الخطاب كلياته وفنط الامور كلها مثل ما هي، بس هيدا الكلام اللي كان واضح للناس، ايه الناس اليوم لمست وضوحه. وانا بقول لك ايه انا قلتها من 5 أشهر يمكن، من وقتها أول ما استقالت الحكومة وبلشنا بالمسيرة، قلنا كلمة، قلنا حكومة بدون معايير واضحة ما رح تصير، ما نعذب قلبنا ونضيع وقت. يعني بدنا نعمل حكومة، بدنا نكون من الأول حاطين هدف هو معيار واحد لكل الناس تنقدر كلياتنا نشارك بالحكومة. بتقولي لي اليوم ليه وصلنا لهون؟ بقول لك لأنه بالأساس ما في نية لتأليف حكومة، ما في نية جريس لتأليف حكومة مبينة من أول يوم بشكل واضح اللي عددهم الوزير جبران اليوم، هودي بيوضحوا كل الخلل بتأليف الحكومة. أنت اليوم عم تجي تألفي حكومة ب 15 زيارة، أول زيارة بنقول نحن بدنا نعمل مداورة، بنقول اتفقنا نحن مع المداورة، بنجي بنروح بنفتش بندور بنلاقي أنه المداورة هي علينا بس، اما على غيرنا ما في مداوره. يعني فرضوا الثنائي الشيعي بانه الماليه ما بيندق فيها، قبل معهم. طب وين المداوره هون؟ هون ما في مداوره. يعني اول نقطه مداوره منا موجوده. نيجي بنحكي باختصاصيين، يا شيخ سعد لما بدك تكون بحكومه اختصاصيين بدك تكون انت على راسه على القليله اول واحد اختصاصي، ما فيك تيجي تقول انا بدي انقذ الوضع وانت اساسا سياستك وسياسه التيار تبعولك هي اللي وصلت الوضع لهون. ما فيك تنقذ الوضع وتقول انا صرت اليوم اختصاصي بانقاذ الحكومه بوقت اللي انا ما مقرر بعقلي الباطن غير شيء، لا مقرر غير سياسه حاكم مصرف لبنان، لا مقرر اني شيل حاكم مصرف لبنان، لا مقرر غير بالسياسه المصرفيه، لا مقرر غير بالسياسه الاقتصاديه. كيف بدك انت تقنع الناس بانك اختصاصي جاي تنقذ البلد بعد كل هيدي الفترة وانت صرت مجرب مرتين ثلاثة وما قدرت تعمل شيء؟ حكومة نحن سنة كاملة ما ضربنا ضربة بصدر لأنه ما بده يشتغل، لأنه ما بده يعطي، لأنه ما بده يقدم. اليوم شو تغير بالموضوع؟ مين اللي اليوم جاي يساعدنا وراكد علينا تيساعدنا تتفكر انه انت اليوم رح تقدر تعمل هالشيء؟ بعدين اختصاصيين كيف؟ كيف كيف يعني كيف بيخطر بعقل طفل صغير انه الخارجية والزراعة بيمشوا باختصاصي؟ يعني معقولة هيدا السفير اللي عم فتش عليه بين الهند وبين روسيا يكون بذات الوقت هو بالأساس كان فاعل بطاطا؟ يعني انه بيطلع بالليل على الشانزليزيه بيقعد مع الفرنساوية وبينزل قبل الظهر على الجل بيشوف المزارعين شو بدهم شغل؟ يعني انه عيب بقى تسلية بالعالم والضحك على الناس. شؤون اجتماعية وشباب ورياضة، يعني بنحمل كرتوني بنجيب لعيبة الفوتبول بنحملهم كراتين مساعدات يروحوا يوصلوها على البيوت. شو هالحكي هيدا؟ شو هالاستخفاف بالناس؟ يعني ما بدك تشكل حكومة خفت انه يجي تجربة تانية مثل حسان دياب؟ بنفهم خي عتلين هم ما بدك رئيس حكومي غيرك، بس ما في بلد عم بينهار تتركه كل هيدي المدة بدون تشكيل حكومة لانك انت عارف انه ما فيك تألف. اجيت اخذت ورقة التكليف وضاببها اليوم وما بدك تألف وعم بتكب لومك على غير ناس. هو عم بكب، بدي اقول لك هو عم بكب لومه حتى مصادره المقربين جدا، المصادر الرفيعة المقربة جدا قبلنا بالمداورة ست جريس، ايه طبعا. وقلنا له بدك الماليه للشيعه ماشي الحال، قبلنا انك اختصاصي قلنا له ماشي الحال،
قبلنا انك هني بسموا ماشي الحال، ما هيدي كمان نقطة انه غيرنا بسمي بس نحن ما بنسمي، لك قبلنا 18 ل 16 ولا 20 ماشي الحال، اجى اخر مرة قال غيرت رأيي ما بدي اعطيكم الداخلية والعدل. طب انا بكون عم عرق له او هو ما بده، وهو ما عنده نية تشكيل حكومة، وهو من الأساس عم بفتش كل مرة على حجة جديدة، 15 اجتماع ولا اجتماع بيشبه الثاني. ولا اجتماع بيشبه الثاني. أحد الاجتماعات ضاين 8 دقايق. 8 دقايق. تتخيل اجتماع منتج جاي إنساني يحط فيه أوراق ده يقعد يناقش مع رئيس الجمهورية تأليف حكومة بضاين 8 دقايق. اجتماع بالسر واجتماع بالعلن واجتماع من تحت من الباركينج التحتاني واجتماع من المدخل الرئيسي، هيدا مش شغل تأليف حكومي. هو كمان ايضا 18 حكي اليوم ليه بدنا نعزل حكي اليوم الوزير باسيل عن ايضا ما حكي في وسائل الاعلام انه بيطلع الوزير باسيل على القصر بيكون الرئيس موافق بتتخربط الحكومه، اثار هيدي النقطه الوزير باسيل يعني كمان انحكت هيدي النقطه. عم بقول لك بشكل واضح نحن معترضين بشكل نهائي على 18 كتيار وطني حر. الشيعة معترضين أكثر منا على 18، الرئيس مشي معه ب 18. مشي معه تيقول لكل الناس لك لو بدي مثل ما قالوا بالزمانات الرئيس بري لبن العصفور وما قبل، هلا الرئيس فرجيهم بالعين المجردة أنه ما رح يجي يشكل مرتبط الرئيس المكلف برزنامة خارجية وداخلية مش قادر ينفذها، عاطي تشيكات طلعوا بلا رصيد، ما حدا قادر يقبض تشيك كل يوم بعد التكليف. على التكليف لقي انه اللي نوعد فيه صعب ينفذه، لا قادر يوفي مع الفرنساويه ولا قادر يوفي مع الامريكان ولا قادر يزعل الخليج ولا قادر يزعل المصاروي ولا قادر يزعل الاتراك ولا مش قادر يزعل حدا بده يؤلف حكومه. كل ما قلت له هيدي العقده يا خيي رح نمسحها بدقنا وماشي الحال، انا بحملها، انا بحكي خيي مع الطرف الدرزي، انا بحكي. انت بتعرفي انه في بيان طلع عن بطرك الكويت اللي معترض تماما على حكومه 18، والرئيس قال انا بعمل هيدا الوساطه وبلاقي لها حل، وبتعرفي انه في طرف درزي كثير كبير بالبلد معترض على 18، مع كل هيدا بالاخر فرجاك بعين واضحه جدا الرئيس انه ما بده يالف حكومه، ما عنده امكانيه يالف حكومه، وصل بالاخر لما كل هودي العقبات قال له الرئيس يا خيي ماشي الحال، فرجيني بعدين شو بعد في؟ قال له الداخليه والعدل ما بقدر اعطيك اياهم. انه عم نلعب حتى كمان يقال انه فريق واحد هو فريق فخامه الرئيس يريد السيطره مثل ما بيقولوا المصادر الرئيس الحريري يريد السيطره على ثلاث وزارات الامنيه الاساسيه الدفاع والعدل وطبعا الداخليه. شوفي رح اقول لك شغله، بتاريخ لبنان كلياته تقريبا بكل الحكومات كانت وزاره الدفاع هي لرئيس الجمهوريه، هيدا مش يعني مش شيء مستحدث جديد، هذا مدى الفتره الجديده كلياتها كانت تكون هيك. هلا هيدي نقطة، النقطة الثانية مش نحن اللي طلبنا بالداخلية، هو اللي اجى قدم الداخلية من أول نهار. هو اللي رجع غير رأيه وقال رحت عند شارعي، شارعي اعترضوا علي وما قبلوا معي كيف أنا عملت هيك، بدي أشوف كيف بدي ظبطها، مش نحن اللي يعني. هو الداخلية كانت مقابل الخارجية؟ هو الداخلية مقابل الخارجية، طيب راضي حلفي، عم بقول لك الفكرة سهلة كثير بس يعني الناس تستوعبها، وعد وعود كثير عند التكليف. اجى على التأليف صار بده يقرشها ما عم تزبط معه، يروح عند وليد جنبلاط اللي اتفق هو اياه يصوت له وبيعطيك حقائب وزني هالمرة، طب بطل بدنا، كان بده الصحة قال له مش قادر الصحة مخنوق فيها، طيب بدي الشؤون الاجتماعية قال له إلا الشؤون الاجتماعية مخنوق فيها كتير، طيب شو بدنا نعطيك، دبر له الخارجية والزراعة سوا. طب الخارجية أخذناها على أساس أنه بيعطيها لوليد جملات بيعطينا بدل الداخلية، طب أخذت الخارجية لوليد جملات والداخلية لإلك والعدل لقرايبينك ومدري شو بياخد يعني البقية، شو باقي أصلاً؟ يعني بيحكم رئيس الجمهورية بالآخر بينقال العهد مش قادر يحكم، ما حكم مظبوط، شو بيحكم العهد؟ وزارة المهجرين؟ شو بيحكم العهد؟ وزارة البيئة؟ أصلاً كمان أتى على ذكر وزارة المهاجرين الوزير باسيل اليوم وأتى على ذكرك أنت بالشخصي، يعني قال أنه تعرضت لتهديدات لأنه تم الإدعاء على موظفين داخل الوزارة. من ضمن المنظومة اللي كانت حاكمة، اللي يوم اللي حتقولي تدقيق جنائي رح توصل بلبنان لحرب. يعني اليوم هيدي المنظومة نهار اللي حتفتحي أي ملف قديم، يعني وللاسف بحزن على الشعب اللبناني انه شخص عم بتقولي له هيدا ملف فساد ما بيطلع بيقول لك لا غلط انا بدي قارعك بالحجه انه انا لا ماني فاسد، بيقول لك مزبوط انا فاسد يا خيي بس انه شوف شو بدكم تعملوا. والناس بتزقف والناس بتمشي
ليش وليد جملاط نكر ملف الفساد بحلقته هو اللي طلع حكيها؟ قال بعرف بدكم تحكوني عن ملف المجرم، يا خيي اوكي اذا فيكم تحكموني حكموني. شو هالحكي هذا؟ ما هيدا هون المصيبه، انه ممنوع نفتح ملف فساد، طب اي تدقيق جنية عم تحكوا عنه؟ اذا ملف فساد بوزاره صغيره مثل وزاره المهجرين، مجرد ما حكينا فيه تهددنا بالقتل، ممنوع نطلع على المنطقه، حذاري مدري من شو، بيطلعوا الحلفاء والاخصام بيقولوا لنا اختار بين انك تعيش وبين انك تكفي بملف الفساد. هالقد؟ طب انه ايه هالقد وسمعناه على التلفزيونات، يعني انه مش انه شيء مخبى على حدا، ليه؟ لانه هيدا الملف عم نحكي نحن انه الشعب كلياته من سنه لليوم خانق وطالب انه في فساد بلبنان بدنا نلاقي له حل، اجينا قلنا له خي الفساد مش بالحكي ومش بالشعارات، الفساد بالملفات والوثائق، هيدي ملفاتنا عند القاضي، قامت القيامه ما قعدت. ايه بنيجي بنقول اليوم لما بدنا ننقل على وزاره التربيه او وزاره الصحه او وزاره الاشغال او وزاره او وزاره او وزاره اللي فيهم هبوصات كبيره، شو بده يبين معنا؟ بده يبين المليارات المزبوطة وين راحت. وبالطاقة. أكيد. وبالطاقة لك أهلا وسهلا بالطاقة، أول وزارة ما تقبلوا إلا ما تبلشوا بالطاقة أول وزارة. أول وزارة بالتدقيق الجنائي، بس اقبلوا بالتدقيق الجنائي. اقبلوا بالتدقيق الجنائي ونحن رح نفتح لكم أول وزارة طاقة تبلشوا فيها، بس هن شو بدهم يعملوا؟ هن تما تروحي على مصرف لبنان، اللي هو أسهل شيء تروحي على مصرف لبنان بتعرفي كل المصاري كيف توزعت على طيلة 30 سنة. عم كبروا كثير الخبريه تضيع الطاسه، انه اليوم فكرك اذا قبلوا بالتدقيق الجنائي بكل الوزارات، بتعرفي كل وزاره قديش رح تاخذ معهم؟ 55 56 سنه، يعني بكون اجى جيلين ثلاثه بعدك بوزاره وحده، لانه بين ما يجي وبين ما يرفض الموظف، بين ما يطلب وبين ما يرجع بدهم قانون بمجلس النواب، اذا بيسمح للموظف يعطيه هيدي الورقه، ضاعت الطاسه وهن هيدا اللي بده يوصلوا له، ما بدهم يوصلوا لتدقيق حقيقي، عم بقول لك طب يا اختي افرضي ما في تدقيق. في وزير منه لحاله جاب وراء وزارته وقال يا خيي انا في ريحه فساد كان بوزارتي، كل العالم عم تحكي فيها من 30 سنه، انا تجرأت اجي اعطيكم اياه، قامت القيامه ما قعدت، بدهم يقبلوا بالبقيه كلياتهم؟ بتعرفي شو في هدر مليارات بوزاره الاشغال؟ بتعرفي شو في هدر مليارات بوزاره التربيه؟ بتعرفي شو هدر مليارات بوزاره الصحه؟ هودي نحن ما مرقنا عليهم. رح خبرك حادثه. بنخليها لبعد البريك او بدك هلا؟ هلا على السريع ما رح طول، بس تقول لك فخامة الرئيس ومدرسته العظيمة شو كانت تقول. نحن كنا بأول جلسة بمجلس الوزراء قعد فخامة الرئيس قال كيف بدكم ايانا نقبل بعد لليوم انه استاذ المدرسة الرسمية ندفع لابنه تيعلمه بمدرسة خاصة، انه استاذ الجامعة اللبنانية تدفع الدولة لابنه تيعلمه بجامعة خاصة، انه طبيب المستشفى الحكومي يحكم بيه او اولاده بمستشفى خاصة. ليه الدولة بدها تكون هيك عم تشتغل؟ ليه الدولة ما بدها كل أموالها اللي بتدفعها للمدرسة الخاصة ومساعدات للناس وبدل مصاري التلاميذ تروح تحطهم كلهم تتقوي المدرسة الرسمية وتقوي الجامعة الرسمية وتقوي المستشفيات الحكومية؟ هيدا رئيس الجمهورية، مين بده يعملها هيدي؟ ليه ما انعملت من 30 سنة؟ ليه هو شافها وكل اللي كانوا قاعدين على الطاولة قبل ما شافوها؟ لأنه هنيك في سرقة. لأنه لما ندفع هنيك بنسرق. لانه ما بدنا نبني دوله، لانه بدنا نخصص الدوله وبالاخر نبيعها، لانه عم نفكر كيف بكره بس يجي الدين كثير علينا بنبيع المدارس الخاصه الرسميه وبنبيع مباني الجامعات الرسميه وبنبيع المستشفيات اللي عندنا، لانه نحن ما عندنا فكر بناء دوله. هو فكر بهيدا الشيء اللي هو حق من الله، انه استاذ مدرسه رسميه كيف بدي امن له على اولادي اذا هو اولاده منه حاططهم بالمدرسه تيعلمهم هو؟ كيف بدي امن اولادي بالجامعه جامعه الدوله وحطه اذا استاذ الجامعه وعميد الجامعه بعلم اولاده برا او بعلم اولاده؟ ما بصير، هيدا عيب عيب، بس هيدي اخلاق ميشيل عون، هيدي اخلاق رئيس الجمهوريه، هيدي رؤيه رئيس الجمهوريه، هيك بنحافظ على المال العام وعلى مقومات الدوله وهيك بنبني دوله، مش بنبنيها بنضلنا مزاريبنا كابه لبرا، بنبنيها بانه وزاره الصحه بتدفع ملايين للمستشفيات الخاصه. ليش يا حبيبتي كل مستشفى باطراف لبنان بده يقبض قد ادخم مستشفى ببيروت اللي هي بفوت عليها بالنهار 10 مرات اكثر منه؟ ليه بدنا نعمل هيدي القصه كلياتها؟ لانه في هدر، لانه في سرقه، لانه في زعامات مناطقيه بدها تفيد جماعتها. هيك بنبني دوله؟ هيك ما فينا نبني دوله ولا بحياتنا بتنبنى دوله هيك. هيك نحن بنكون عم نبني مزارع، وهيدا اللي نحن ضده من اول يوم، وهيدا اللي نحن ما بنقبل فيه، وهيدا اللي وصلنا لهون، واللي وصلنا لهون جاي اليوم يقول يا جماعة الخير أنا اختصاصي وأنا عندي فكرة جديدة، أعطوني 6 أشهر، يعني على أساس ب6 أشهر اللي ما عمله هو ب30 سنة هلأ ب6 أشهر بده ينقذ كل لبنان بالوضع اللي نحن فيه اليوم.
لك لما كان يفوت على لبنان مليارات بالسنه مساعدات من برا سرقتوهم كلهم وما عملتوا طريق وبنيه تحتيه لليوم مثل العالم، ما عندنا مشروع واحد يشهد لكم بانجاز ملفت بلبنان كلياته من 30 سنه، ست اشهر بدك تغير كيان لبنان كلياته وترجع لنا الازدهار كلياته وبدك تقنعني اني امشي معك؟ باسامي موظفين جايبهم ما معروف من وين؟ هيدا بيطلب منك هالاسم بتمرقه وهيدا بيطلب منك هالاسم بتمرقه؟ مش هيك تنبنى الدول ولهيك بنألف حكومات. رح نتابع حديثنا وايضا رح نتطرق لكلام وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وكلام السيد حسن نصر الله بعد هذا البريك. عودة لمتابعة رح نبقى سوا مباشرة على الهواء مع الوزير السابق غسان عطلة. معالي الوزير، من يومين تابعنا الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله وفي نقطة كتير مهمة وبتهم جميع اللبنانيين تطرق لها بكلامه عن انفجار المرفأ والتحقيقات ودعي قيادة الجيش لحتى تعلن نتائج التحقيق، لأنه هو معلوماته بتقول أنه خلص هذا التحقيق، تحقيق قيادة الجيش. شو عندك معلومات حول هذا الموضوع وهل بتضم صوتك لصوته وبتدعو قيادة الجيش لحتى تعلن نتائج التحقيق عبر وسائل الإعلام ويكون متاح للجميع، لأنه في ضحايا سقطوا، لأنه في ناس تهدمت بيوتها، أو لا منخلي التحقيقات رهن الأيام المقبلة لحتى تكون وضحت الصورة وصارت شاملة؟ جريس، إذا بتتذكري نهار الانفجار أنا كنت عندكم هون. صح، نهار الانفجار كنت بالاستوديو وبعد تقريبا أيام معدودة رجعت واستضفتوني لأنه هذيك الحلقة انقطشت أو صار فيها الحدث اللي صار بوقتها. أنا يومتها بعد أيام الانفجار قلت لك أنه عندي معلومات مؤكدة بأنه كمية البضاعة النترات الموجودة بقلب البور هي أكثر بكثير من كمية الانفجار، وأنه هيدي البضاعة هربت وسرقت وأخرجت خارج البور. اليوم بعد كل هيدا التحقيق لحديت اليوم مستغرب، أنه بدي أفهم أنا اليوم إذا طلع بالآخر أنه في ورقة كان لازم تنمضي من الموظف الفلاني وما مضيها وتاخر فيها، وهي يعني هيدي شو بتقدم بالاخر؟ شو بتغير شو بتفهم الناس؟ شو بتقله للشهيد اللي استشهد قدام البور من انفجار البور؟ شو بتريح الابن اللي بيه توفى بهيدا النهار او البي اللي توفى ابنه بهيدا النهار انه في موظف استلشق وما قدم هيدي الورقه؟ انه هيدي ما بتدل على شيء، هيدي ما بتقول مين اللي جاب البضاعه على لبنان، وما بتقول مين الوزير اللي أخذ قرار يفضي البضاعة بلبنان أو يسمح للباخرة تفوت بلبنان، أو مين الغطى اللي انعطى لهيدي الباخرة تتمشي بغير مكانها وتفوت على المياه الإقليمية وتوصل على البور بلبنان ويقبل أنه يوقفها لفترة من الزمن وبعدين يقبل أنه يفرغ الحمولة. هيدا السؤال الأساسي، مين هيدي البضاعة لمين؟ ما في بضاعة بتجي على بلد ما إلى صاحب، ما معروف مين صاحبها، ما بتصور حقها 20 دولار تنتلفها على البور. يعني اليوم اذا واحد بعت له من برا بعيد من وجهك صباط اديداس بدقوا له 100 مره من شركه الشحن انه لك علبه هون تعخدها، لك علبه تعخدها، وبعدين بيروحوا بيشوفوا شو بدهم يعملوا بالعلبه، بحطوها بالمزاد او بيطلبوا منه يجي يمضي ورقه او كل شيء. بضاعه بملايين الدولارات بتوصل على بور لبنان تقعد 7 سنين، ما حدا بيعرف عنا، ما حدا بيدري عنا، ما حدا بيخبر عنا، ما حدا شاريها، ما حدا دافع حقها، ما معروف مين صاحبها. صاحب الباخرة بقبرص، قبرص دولة صديقة، جيبوه اسألوه خيي هالباخرة لما حط فيها هالبضاعة مين اشتراها؟ مين عطاك اياها؟ مع مين كنت عم تحكي خيي؟ كيف اجت البضاعة؟ نزلت من السماء اجت من الباخرة؟ ما بدهم يشتغلوا هيك، ما بدنا نعرف مين جاب البضاعة، مين صاحب البضاعة، هون بنصير نعرف نحن إذا البضاعة تهربت عن سوريا لمين؟ لأنه حسب مين اللي جايبها بنعرف لمين راحت بسوريا. اذا حدا موالي للنظام اوكي بنقلكم خيي هودي راحت للنظام، اذا حدا داعشي ضد النظام معناتها راحت لعند داعش. بس نحن ما بدنا نسال هودي الاسئله اللي هن اساس التحقيق، كيف اجت البضاعه، مين اشتراها، مين جابها، وما بدنا نعرف مين الوزراء اللي غطوها طول هيدي الفتره، مين اللي قبلوا تنزيلها، وكيف بتقبل انت كوزير او كاجهزه امنيه انه تخليها عندك كل هيدي الفتره الزمنيه؟ مش مهم بالاخر في ورقه اجت وفي ضابط ادمي اسمه جوزيف النداف
نزل على البور من 4-5 اشهر، شاف حالي غريبه، قام عمل تقرير تيقول لهم انتبهوا، بقوم انا بجيب هيدا الضابط الادمي وبحاسبه بحطه بالحبس، بقول له مين قال لك تقلنا؟ ما نحن كنا ما نتركها بعد، بدنا نسرق منها بعد شوي صغيره، لشو خبرتنا عنها؟ اساس الموضوع هون لخبرك انه في ضابط من بيت فواز، هيدا ادمي. هيدا انا ما كنت اعرف، انا من فتره عرفت مين بيو. بيو صديقي من 20-30 سنه، بيو تعب كثير تعامل اولاده، رباهم بالسراج والفتيل مثل ما بيقولوا، هيدا بيت اوادم، هيدا ابن الفواز ادمي، وانا بعرف عم بقول لك بيو كثير منيح، وبالصدفه عرفت انه هيدا ابنه اللي هو ملقوط اليوم، هودي الشباب اوادم، مش هيك بنعمل فيهم، مش هيك بنعمل بضباطنا الاوادم، وبنترك اللي استفاد وقبض عموله على هيدا المحطوط، وبنترك ما بنسال كيف تفجروا، اخر همنا كيف تفجروا. الطريقه اللي تفجرت فيها ما بنسال عنها. بنروح بنشوف مع بدري. بدري ابن الاداره الادمي اللي كان صار له اشهر واشهر عم بيلاحق الفاسدين اللي عندهم مواد مزوره واللي عندهم شحنات قديمه واللي عندهم تهريبي واللي عنده كذا، لانه اشتغلوا ادمي صار بدري هو المسؤول عن هيدي الشحنه، لا بدري ادمي، بدري ظاهر زلمه ادمي، وما بقى بدنا نخبي هالامور، واذا ما حدا بده يطلع يحكي انا كل ما بدي اطلع بدي اطلع احكي، هودي ناس اوادم عم تظلمون، عم بتخلوا بلدهم يصير عبء عليهم، عم بيتعبهم بوقت اللي هن لازم بلدهم يكافئهم على ادميتهم. نترك كل هودي الامور، بنروح لوين؟ بنروح على امور اداريه بسيطه وبنقول نحن ماشيين بالتحقيق، لا حبيبي مش هيك تمشي بالتحقيق. قلنا كيف انفجرت البضاعه؟ صار لها 7 سنين ما انفجرت، ليش انفجرت اليوم؟ رطوبه كل عمرها موجوده على البور، هب الحراره كان يجي اقوى من هيك بالصيفيه. هلا بدك تقنعني عم بلحم انه انفجرت من تبع الحيم؟ لا ما انفجرت من تبع الحيم، انا من عندك من هون بقول في اعتداء اسرائيلي على لبنان سبب بهيدي الحاله. ترامب طلع وحكي بعد 24 ساعه عن اعتداء ارهابي على لبنان، مين اللي بده يعتدي علينا اعتداء ارهابي نحن؟ مين عاده بيعتدي علينا اعتداء ارهابي؟ عدو الاسرائيلي. في غيره؟ انا اخذت كلام ترامب وركبته، بيطلع معي هيك، هيدي النتيجه، يطلع القاضي التحقيقي يقلنا لمين البضاعه ومين جابها ومين فوتها ومين الوزير اللي بيتحمل مسؤوليه تفريغها، ويرجع يقلنا شو نتائج التحقيق معه. فجاه ما عاد في ولا كاميرا تفرجينا شو كان في بالاجواء بهيدا النهار، ليه؟ مش مستغرب شوي؟ باكد النظريه انه هيدا عمل ارهابي، هيدا عمل ارهابي بيتحمل مسؤوليته حدا، ما فينا نضلنا ساكتين عليه هيك، ومش مقبول نضلنا ساكتين طيب عليه هيك. اذا اسرائيل هي اللي عملتها، شو المانع انه يتصارح الشعب اللبناني ويقول العدو الاسرائيلي عمل عليكم عمليه ارهابيه ودمر بيروت؟ هيدا اللي كان عم يحكي فيه امبارح السيد نصر الله، وهيدا اللي اليوم الوزير باسيل حكي فيه، يتفضلوا يفرجونا نتائج التحقيق والنتائج الاجنبيه اللي استعنا فيهم واجوا على لبنان، يعطونا النتائج اللي عندهم ويقولوا لنا الحقيقه، نحن بدنا نعرف حقيقه اللي صار، حقيقه اللي صار، ونوقف الكذب بقى على الناس، ونوقف الحكي اللي بس بشوه صور، ساعة في سلاح مدري وين مخبى، وساعة هودي لمين وهودي لمين، خيي هودي ما بنعرف لمين، قولوا لنا. هودي خيي الحزب له علاقة فيهم، لك اطلعوا فرجونا، حطوا الأمور والوقائع على الطاولة وخبرونا وين كان الحزب له فيهم. خلينا كلياتنا ساعتها نقول له خيي ما لك حق تعمل معنا هيك. بس أما نضلنا نكب شائعات بالسوق وما يطلع معنا نتيجة بالآخر، لا مش هيك بتصير الأمور. هيدا الملف لازم يتابع، هيدا في وراه روس كبيرة بتطير. هيدا في وراه ناس كان بوقتها عم بيعملوا قصص اكبر من هيك بكتير. هيدي النيترات اجا مثلها لهون واجا مثلها على غير مطارح ووصلت كلياتها على مطارح فيها احداث امنيه، يعني معناتها في شبكه كبيره تشتغل بهيدا الموضوع. هون ساعتها ببين مين الروس بلبنان اللي اشتغلوا مع هودي الناس. يعني هذه الرؤوس متواطئه مع العدو الاسرائيلي، اذا هو اللي منفذ وهن اللي جابوا تركوا ناموا عليها لهالبضاعه، مش ما بيكون في تواطؤ؟ يمكن يكون عم بيساعدهم كان وقت حسوا انه بدها تنكشف الامور، قبل بايام معدوده قليله 10 14 17 ما بعرف، بيوصل التقرير لعند رئيس الجمهوريه. بينعرف انه وصل التقرير عند رئيس الجمهوريه بعد ايام معدوده بتنفجر البضاعه، يمكن 10 ايام او 12 يوم 10 12 20 و50 معناتها في شيء علامة استفهام كثير كبيرة، مش رئيس الجمهورية بينسأل عنهم، بينسأل السؤال الصح، ليش بس عرف رئيس الجمهورية وبعث يقول فرجوني تقارير وحققوا بدي أعرف شو حقيقة هيدي القصة صار هيدا الانفجار؟ إيه أنا بأكد لك إنه إذا مشينا بهيدا التحقيق بشكل جدي هيدا مثله مثل ملف الفساد، بتهر معه روس كثير بالبلد، لأنه في روس مافيا بالبلد
باعت واشترت، حبيبتي اللي جاب مواد فاسدة على لبنان بالثمانينات وحطها بين البيوت وبين المي، مش بعيدة يكون في مثله بعد ناس بيجيبوا نيترات وبتنفجر بلبنان وبيطلعوا بيبكوا بس على الناس. هي ذاتها المواد الفاسدة اللي انحشت بأرضنا وبمياهنا الجوفية مش أبشع بكتير من هاي النيترات الموجودة كانت على البور. هيدي نفسية، هيدي يا بتحب بلادك يا ما بتحب بلادك، يا اما كل حياتك عميله للخارج بتبيعي وبتشتري كرمال مصالح شخصيه وكرمال اموال، يا اما انت بتقتلي حالك بتفدي بدمك ارض بلادك. هيدا الفرق. دائما بقول لك مدرستين موجودين بقلب هيدا البلد. اذا بدنا ننقذ البلد بتربح المدرسه الوطنيه على مدرسه العماله، هيك بينقذ هيدا البلد وهيك بيمشي هيدا البلد. بتربح المدرسه اللي عم تقول الحقيقه من اول نهار، اللي عم بتقول انا ورقه بيضاء، تعوا تفضلوا كشفوا على كل شيء، افتحوا كل الملفات، مش اللي كل النهار بتتهرب من فتح اي ملف، مش بس تجيبي سيره ملف بتهددك بالقتل، مش بس حدا يحكي الحقيقه بنقوم عليه، مش كل النهار بنكب فيك اكاونت وبنكب شائعات بالسوق وبنكب اخبار ما لها اي جدوى. لا حبيبتي، بدنا ننقذ البلد هيك بننقذه، بنروح بنشوف كيف بدنا نلاقي الحقيقه الواضحه الصريحه، بنفتش على قاضي قبضاي، قاضي عارف حاله انه مش عارف اذا اليوم وصل لنهايه التحقيق بيكون انقذ بلده وشعبه كلياته. مش همه بالاخر ينقذ حاله ويروح يقعد روتريت ويحط سيجار ويقعد يشرب سيجار، بكون همه وفكره انه انا هيدا البلد عطاني كتير، هيدا البلد انا فيه وكبرت فيه وكل شيء، لو بدها توصل شو ما كان نتيجتها بدي اقول الحقيقه تالناس تعرف شو اللي صار. لازم نوصل لهيدا النهار والا ما لح فينا نكفي نحن وياهم بفرد مطرح بدون ما تنعرف الحقيقه، ما بيمشي الحال. انه نطلع نحكي ونكد اخبار وناخذ ساعات من الهوا تنقعد نبرر امور معينه ونحكي بطوبويه، يعني معلش معلش يا وليد بيك بشرفك بهالحلقه مع مارسيل، يعني لو شوي صغيره هيك، يعني خففت لي هالطوبويه شوي صغيره، يعني انه بدنا ندفع مع الدوله ونحن الراسماليه لازم نساهم بانقاذ البلد. يا خيي ما تحول مصاري كان مشي حاله البلد، يا خيي بلا سبلين على سنه بيمشي حاله البلد، يا خيي شيل كوشكو من مطرحهم وردن املاك عامه، هودي املاك 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 لبحريه، شيل كوشكو كزخاناتك من مطرحهم حطهم باملاك خاصه، هودي مش ملكك تتحط فيهم وتعمر فيهم شركه طويله عريضه وتستفيد 30 40 سنه انت من الاملاك البحريه ومن الاملاك العامه، وتطلع بعدين تبكي وتقول الدوله والدوله مكسوره منك ومن امثالك ومن الناس اللي مثلك تعاملوا بهذا البلد. سبلين ضار بكل المنطقه الاقليم بامراض، ليه؟ لانه في فلتر حقه مليون دولار ما بنجيبه، نربح بس ما بنعطي، لانه نحن بدنا نبيع الترابي على مدار 50 سنه ونحتكرها ونبيعها 5 مرات زياده عن محقها عالميا، وبالاخر نطلع بنحكي لا الاحتكار لازم الاحتكار. يا عمي كيف قلنا عين نكون هيك؟ كيف قلنا عين نطلع نحكي الناس بهالطريقه؟ كيف في ناس بعدها بتصدق هيدا الكلام؟ احتكار هو بالترابي، الاحتكار هو بالفيول، سرقه الطاقه بالفيول، هودي هون السرقات كانوا اللي انتو اربابها واللي انتو على راسك انتو كلياتها. بتعرفي انه الارض اللي هي عليها شركه كوجيكو هي املاك بحريه، هي ملك عام للدوله اللبنانيه، هي ما فيها ولا متر واحد ملك خاص متر. وانا هون عم بحكي ويتفضلوا يروحوا يمسحوا هيدي الارض البجيه، متر واحد ملك خاص ما فيها، هيدي املاك عامه، هيدي املاك للدوله اللبنانيه، حاطط عليها كل الشغل تبعول شركة كوجيكو كزخاناته ومعامله وتلوثه وأمراضه ومكاتبه وكل شيء ومدد لها كهرباء. يا خي كيف في كهرباء ممدودة بدون ما يكون عندك أنت ملك تتعم تمد عليه ساعة؟ سبلين صرنا 20 سنة 30 سنة 40 سنة بناخد لها كهرباء مدعومة، زعلان من الوزير بسيل أكيد لأنه وقف الكهرباء المدعومة عن سبلين، لأنه الشريط الممدود بالراني شلناه. مش هيك فينا نبني دولة، مش بس انه نحن نصير اغنياء والدولة تفقر، نبني دولة لما نحافظ على ممتلكات الدولة على ثرواتها، نبني دولة لما نحافظ على المي، لما نحافظ على الاثارات، مش الاثارات بتصير ببيوتنا، مش بنضب اثارات بعلبك واثارات بيت الدين واثارات قصر المير امين بنحطهم بالبيت، مش هيك بنحافظ عليهم، نتركهم مطرحهم تتيجي الناس تتفرج عليهم. عندنا بلد قوي كتير وعنده ثروات كتير وبسنه وحده قادر يرجع يقب، بس بدك تشيلي منه هودي الناس، هودي الناس اللي كل هيدي الفتره اللي بالحرب قتلوا العالم واستعملوهم حطب تيهن يصيروا كبار ويصيروا زعماء، وبالسلم جوعوا العالم لانه فقر البلد، هيدا البلد فقر مش لانه هو فقير، لانه في ناس ومنظومه اجت سرقته، سرقت كل امكانياته، لعبت بمصريات العالم، هيدا الفقير المعتر
اللي راح اشتغل بحيالله بلد تيجمع ال 200 و 300000 تيضمن اخرته، سرق له اياهم هيدي المنظومه، هني هودي اللي كانوا موجودين ب 30 سنه هني سرقون، لانه هودي المصاري معهم مش معي انا، هودي معهم بجيابهم اليوم. طيب اذا وليد جنبلاط قايم قيمته على الوزير باسيل كرمال الموضوع اللي ذكرته، ليش قايم قيمته على الرئيس عون وعم يحكي على العهد؟ وكل ما تصير له مناسبه بيهاجم العهد، بيهاجم الرئيس عون. لانه اذا بترجعي لزمان ما كنت انا وياكي موجود لسنه 58 تسالي ذات السؤال، ليش كمال جنبلاط كان قايم قيمته على الرئيس تعرفي، وليش كان دائما كميل شمعون عنده مشكله لما كان رئيس قوي تعرفي، لانه ما بيقدر يتقبل ولا مره وقالها هو أسوأ عهود المسيحيه لما يكون رئيس قوي، ما بدهم رئيس قوي، بدهم رئيس مثل اللي كان موجود، بيزعل كثير كيف ظهر من قصر بيت الدين، من ما بده اياها، بده حدا مثل الياس الهراوي ما كان منتبه انه قصر بيت الدين هو قصر للشعب يطلع يصيف فيه، بس كيف الرئيس لحود قرر انه يطلع يصيف ببيت الدين؟ هيدا الرئيس القوي مرفوض، هيدي المنطقه خارج الدوله، ما بنخليها نحن الدوله تفوت عليها وتاخذ ممتلكاتها فيها، حبيبتي قصر المير امين، حدا بيعرف شو مكلفنا؟ شو بندفع عليه؟ ليه لإلك؟ محمية الشوف ليه لإلك؟ الأراضي اللي عم تشتريهم بكل المناطق من وين؟ وكيف؟ قديش صار عندك أملاك؟ ببعدران وبقفا الجبل وصلنا لتحت على 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 البقاع ونحن عم نشتري، كله هيدا ما في سؤال عليه، سؤال بس عن طيارة الوزير جبران. من وين جاب طيارته الوزير جبران؟ مخبيها تحت البيت بالبترون، بالأبو التحتاني. بس ما بنسأل، هيدي الأملاك الفاضحة الكتير كبيرة والصلبطة على الدولة اللبنانية. هودي كلهم رزق الدولة، قصر بيت الدين وقصر المير أمين وهيدي المعالم كلياتها الموجودة فوق، هيدي مش 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 لإلك ده أنت تاخد فيها كونترايات على عشرات ومئات السنين بأسعار بخسة، ونهار اللي واحد ما بيبيعني أرضه بمسحها وبسجلها باسمي، بغير المختار من ضيعة لضيعة وباخد جبل بكامله لإلي، مش هيك بتصير؟ ما فينا بقى نكفي هيك ونضحك على الناس ونخبرهم اخبار، ما بيمشي الحال هيك، ما بيمشي نضلنا نحط حالنا بانه خي خلص عملنا وتعبنا، ما كل مره في مشكل، صلنا 50 سنه بهيدا المشكل، 50 سنه بدنا نخانق الدوله، ما 50 سنه ما ب 58 اعتدينا على مخفر الدرك، وب 58 اعتدينا على الدوله اللبنانيه، واليوم عم نعتدي على الدوله اللبنانيه لانه ما بدنا دوله. نحن مبسوطين بهودي شقف المزارع اللي عنا اياهم والدولة بالنسبة لنا بس تنستفيد منها، تناخد منها، نعبي منها، نحط زلمنا فيها، هيدي الدولة بالنسبة لنا، ما بصير فينا نبني دولة هيك بحياتنا، مش هيك بتنبني الدول، مش بتنبني الدول بانه انا بخلي بيروت كلياتها تعمل سوليدير وبقبض حقها. اخلاقات وزارة المهجرين أسوأ ملف بتاريخ لبنان. ما بنخلي ضيعة فيها هدم كلي، طلعي ورقة ورقة موجودة هيدي الضيعة مهدومة كليا، مخلي منا 100 واحد وقابضين عليهم من زلمه، بخلي بيروت كلياتها انا اعملها منفعة بوقتها لشركة سوليدير تخليهم بسرعة يقدروا يعمروا يقدروا يبلشوا يبيعوا، ما قبضت عليها كمان؟ هودي كلياتهم هودي تاريخ موجود، تفضلوا روحوا تحاسبوا قدام الناس، تحاسبوا قدام العالم، هيك ارزاق لبنان راحت، مش راحت هيك بالصدفة، لا مش بالصدفة، ممنهجة من سنة 92 عم ناكل بهالبلد وناكل فيه وناكل بأرزاقه وناكل بحقوق الناس، آخر شيء ما عادش في ناكل شيء ناكله، أكلنا ودايع الناس، شقى العالم، تعب الناس أكلناه. اليوم عم نجي بنعطيهم بدالها كيلو قمح وكيلو طحين وكيلو رز، هيدا منه عايز كيلو رز، هيدا اشتغل برا وجمع مصاري وتعب وشقي تيعيش بكرامة، مش تينزل قدام باب بيوتكم تياخد كيلو رز وكيلو طحين. استحوا، عيب عليكم، انتم اللي سرقتوه، منظومتكم اللي سرقته، سياساتكم الماليه اللي سرقته، كل افكاركم اللي حطيتوها على مدار 30 سنه وصلت البلد لهون، تيجي بالاخر بتقولي لي ولو اعطوه فرصه يبني حكومه، فرصه لمين بدك تعطي؟ فرصه للي هدم البلد وفلسه وتعامل 15 سنه مع الاحتلال منه حاسس فيه؟ هلا اليوم مزعوج من الجو الايراني، بكره الصبح اذا اجت ايران وقالت له يلا خلص ماشي الحال رح نرجع نطوبك زعيم للمنطقه، بدنا نحمل رايه ايران بنمشي فيها، ما من 10 سنين كنا عم نحكي عن ايران بالخير، وكانت ايران هي البلد المنقذ للبنان، والمقاومه هي سلاحنا اللي ما بنتركه بحياتنا، نسينا وداع ياسر عرفات على البور، ليش في حدا ما فوتناه وبايعناه ومشينا معه لاخر الدرب، المهم نضرب شريكنا بلبنان، المهم نخانق لبناني ثاني، المهم تكون معركتنا مع خينا اللبناني، عمرها ما بتكون معركتنا مع واحد غريب جاي على بلدنا،
بس هو بيحقنا ونحن بنتخانق مع البقيه. بدك تطلع تقول لي كل ما بدي احكي كلمتين مصالحه الجبل، يا خيي هالمصالحه الجبل ما بنضلنا نزكزك فيها كل العمر. هلا بدي ارجع اسالك كمان لانه حكيت عن النائب السابق وليد جملاط، ولكن ثمت من يقول انه انت نزلت لعنده وزرته باول ما كنت مستلم الوزاره وعملته سوا قداس التوبه والمغفره، ولكن بعد هذا البريك. عودة لمتابعة رح نبقى سوا مع الوزير. طالما جملاط يحتكر كل ما يحتكر ومثل ما ذكرت، ليش نزلت لعنده ببداية عهدك بوزارة المهجرين، وليش رجعتوا اتفقتوا تعملوا قداس التوبة والمغفرة، وليش كانت هذه اللقاءات وبعدين شفنا خلافات عم ترجع تكبر؟ لأنه عم بعمل تجربتي كنت، ولأنه هيدي مدرستي، ولأنه هيدا ديني. بطبيعة الحال كان لازم أعمل هيك، كان لازم مد إيدي وأقول تعوا شي مرة نعمل صفحة جديدة، أنا أقرر بتجربتي الخاصة إذا في شي صح أو اللي كانوا يقولوا لي إياه غلط أو شو لازم أعمل. إيه رحت عملت قداس التوبة والمغفرة، وإجينا على سيدة التلة وقعدنا تحت سيدة التلة تحرسنا كلياتنا، وأخذنا قرار إنه الماضي خلص ونسكره وما بقى نحكي فيه. وبتصور كان معه أولاده وسمع الحديث، لأنه اللي بال 77 ما ذنبهم، هودي ما ذنبهم، هودي ما اعتدوا على حدا، هودي أبرياء كانوا قاعدين بضيعهم. هيدا أنا، شو بدلنا هو؟ بقبر شمون؟ شو بدلنا بعد قداس التوبة والمغفرة؟ بتلومني الناس على قداس؟ لا ما تلومني، هيدا فخر لإلي، هيدا إنجاز عظيم أنا عملته بوزارة المهجرين. تما ينقل ولا مرة إنه نحن ما قدمنا إيدنا وما قدمنا الخير وما جربنا نمد إيدنا تنلاقي حل لملف الشوف، لهيدا الجرح ما عم بطيب، لأنه ولا مرة بده يطيبه صح. بدلنا هو بشو؟ بدلنا بقبر شمون، بدلنا بكمين. بعد قداس التوبة والمغفرة واعترافنا بخطأنا بال 77 عملنا أسوأ منه بقبر شمون، عملنا كمين كن رحنا فيه كلياتنا، وأنا كنت موجود. هيدي هي المبادلة. لا ماني زعلان، مبسوط كثير فيه لقداس التوبة والمغفرة. طيب هذا بما يتعلق بوليد جملاط وحملاته ضد العهد وضد النائب جبران باسيل، بس بما يتعلق بالقوات كمان عم نلاحظ مؤخرا انه كمان في عدد من وجهين لعملة واحدة. وجهين لعملة واحدة. مشكل الأساسي ارتباط الخارج الدائم. شو بيقولوا لهم بدهم يعملوا؟ ما فيهم يعملوا غير شيء. قولي لي أمتين كان غير هيك؟ شو الانتصارات اللي حققها لاهله ومنطقته؟ لا نحن ناسه، مش نحن ناسه المفروض نكون؟ مش نحن المفروض بالاخر شعبه ناخبينه؟ شوف تهجر على يديت مين؟ شرق صيدا تهجر على يديت مين؟ كفي بالحرب؟ هلا بيتهموك انك عم تفتح جروحات. رح ارجع انقل لك على الجديد، صغرتا امين جميل اللي حبيقه الله يرحمه، هودي كلياتهم. بعدين جينا بالطايف شو عملنا؟ فتحنا له للسوري كل الطرقات، قلنا له فوت على الشرقية، خلصنا من ميشيل عون، فات السوري وبلش قصف. وبنعرف الكلمة الشهيرة لمدافع الأشرفية اللي كانت عم تقصف على بغداد، وقف وصلنا نحن تما نقول الكلمة اللي انقالت بالنص، قالوا له يوقف لأنه صرنا نحن بقصر بغداد. هيدا هو الإنجازات العظيمة اللي كانت معمولة اللي له حق اليوم يحكي عليها. فتنا على الطايف لشو؟ بنبرر وبنقول بقينا على سنة نسأله، وهل تسأل القوات عن موقفها من الطايف؟ بالآخر ما فهمنا شو الموقف. بعدين طلع أنه بدنا نفوت لجوا ونقلب عليهم. خي ليه بدك تقلب عليهم؟ ليه دايما بدك تقلب على الناس؟ ليه دايما عندك مشكلة بدك تفوت لجوا وتخنجر العالم؟ يا خي هودي ولاد بلدك، بدك تقعد أنت وياهم على الطاولة، عود وشوف كيف بدك تقوي هالطاولة، تقوي لها إجرياتها، كلنا نخلص هالبلد. فتنا على الطايف بدنا نقلب من جوا، قلبت على راسه وقلبنا معه وكسرنا على كل هذيك الفترة. رحنا بال 2005 رجعنا من السفر، اتفاق رباعي. ما لحقنا اتفاق رباعي، شهرين ثلاثة قلبنا على حلفائنا بالاتفاق الرباعي. خلصنا الاتفاق الرباعي، تحالفنا مع سعد الحريري. راح سعد الحريري على السعودية، قلبنا على سعد الحريري بالسعودية. رحنا نحن وياه باتفاق معراب، ما خلص اتفاق معراب، بعد شهرين بلش خبط برئيس الجمهورية وتعكير بالأجواء، وكل يوم والتاني عرقلة بكتير أمور. طب صور ما في إنجازات، شو معنى ما في إنجازات؟ لكن أنا بتحدى يطلع واحد منهم يحكي عن إنجاز واحد. بيقولوا سد بسري مثلا، عم نعطي هذا عم يذكر على راسي يعني. خدي هالإنجاز العظيم وسكري،
لما بالاخر يقع يلاقي بالاخر انه نوقف سد بسري انجاز. في أسوأ من هيك فصيل بعد بالعالم؟ سد بسري اللي اليوم بهيدا الانحصار الموجود بالعالم، الناس عم بتفتش على لتر مي، اللي كان عم بيأمن مي لكل المنطقة من الشوف للضاحية الجنوبية لبيروت، منعونا نكمله، بيعتبر حاله عمل إنجاز. يعني عطش الناس إنجاز، يعني حرمان الناس من المي إنجاز، يعني حرمان لبنان من ثروتها المائية إنجاز. هيدا الإنجاز اللي هو هالقد طاير فيه. بدل سد بسري عم بقلكن يا اخواتي واحبائي بشوف بالاقليم الجنوبي، عم خبركن السد اللي نحط فيه زعران يمنعه الشركة تتيجي تعمره، اليوم هيدا السد صار فيه خيم للنازحين. هيدي الاراضي اللي الدولة اشترتها من اصحابها، اللي اصحابها بطلوا سألنين عنها لانه مباعد، والدولة اليوم مش قادرة تعمل فيها سد، يعني ما حدا رح يسأل عنا لهيدي الأرض، اليوم عم يفوتوا عليها نازحين. اللي منع الشركة تعمر السد وكان عنده قوة وسلاح وسيارات وقفة ليل نهار تتمنع الناس تيجي تعمل سد، عم بيفتح الباب اليوم ليجوا النازحين. اليوم خيمة بكرة أوضة بطون، وبعد فترة إمبلي موقوتة لإلكن يا أولاد جون ويا أولاد بكيفة ويا أولاد مزمورة ويا أولاد مزرعة الظهر والمطلة وجليلية. هيدي هون انتبهوا لها كثير منيح. هيدا السد اللي هللوا له الكل وبانجازهم انه منعوه وحرموكم من المنظر الحلو ومن هيدا اللي رح يامن لكم المي ويامن لكم منطقه مميزه بعد فتره وغلى اراضي وسياحه، اكيد ما بده سد، واكيد ما بده فندق، واكيد ما بده معمل، واكيد ما بده مصنع، واكيد ما بده بنيه تحتيه، لانه عم يشتري المتر ب10 دولار. لا. لانه نهار اللي بصير في عنا بشوف منطقه حيويه وسياحيه بصير المتر حقه 100 دولار و200 دولار و300 دولار، ما بيعود في يشترك الاراضي الناس. الانجاز الثاني اخر شيء ورح اختم، الانجاز الثاني للقوات اللبنانيه هو عرقله ملف وخطه المهجرين. مبروك عليكم الانجاز الثاني اللي وقفوا بالجلسه بالاتحاد والتضامن والتكالف والتكافل مع الاشتراكي يخانقوا تما تمشي خطه المهجرين، اللي بترجع الاصحاب لحقوق حقوقهم المعترين، اللي وقفوا بمجلس النواب يخانقوا على 40 مليار لما تجي للي بقيوا لهم حقوق بوزاره المهجرين. هودي الانجازين، هودي انجازاتهم، اسم الله على هيك انجازات، بهنيهم على هالانجازات العظيمه. بعد معي 30 ثانيه على القد، بما انك اتيت على ذكر النازحين، رح نقدر نحل هذا الملف بظل العقوبات على الوزير باسيل؟ نحن بنحلوا هيدا الملف، هيدا الملف نحن حكينا فيه كل يوم، هيدا الملف كل لبناني لازم يكون ملفه الاساسي. تفرجوا شو صار فينا بعد المخيمات، اليوم هودي مش مخيمات، هودي عم ينتقلوا بين البيوت، هيدا ملف لبناني، هيدا ملف وطني، هيدا ملف نحن والدولة السورية لازم نتعاون بأسرع وقت ليكونوا النازحين صاروا بسوريا. والعقوبات على الوزير باسيل؟ عقوبات على الوزير باسيل، بدي أختم وأقول لك لكل اللي شمتوا ولكل اللي بعدهم عم بيزيدوا بهيدا الموضوع، قريبا وبأسرع ما هن بيتخيلوا ستزال العقوبات عن الوزير باسيل. هيدي تتكون ختامها مسك هيك، ولح قل لهم انه هيدا الوضع اللي نحن فيه بطل كتير طويل لكل ناسنا واهلنا، قصة قصة صمود وشوية وقت، وبوعدهم انه بأشهر قليلة هيدا التغير رح يصير بشكل واضح ورح يرجع كل صاحب حق ياخد حقه. نعم. ورح يشوفوا الوزير باسيل خارج العقوبات، وكثير منهم رح يكون عليهم عقوبات. شكرا لك معالي الوزير غسان عطلة على هذه الحلقة. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.